طيب القلب، السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أبشركم بحمد من الله، مطرنا اليوم وتعدل الجو ورجعت الأجواء الجميلة. مع أن الظهر كان الجو قاتل حار بطريقة ما هي طبيعية، لكن سبحان الله الحمد لله، ما بعد ضيق إلا فرج، وما بعد كتمة إلا انفراجة. الله يسعدكم يا رب. الحين بطلع حديقة أصور لكم فيها، حديقة حلوة إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. هذه إدارة الرئيس الأمريكي، رئيس أوكرانيا. هذه إدارة الرئيس اللي هي زي ما تقول بيت الحكم. شيء جميل. هنا يداوم الشيخ زيلنسكي، وعلى هذا المبنى مباني الاتحاد السوفيتي القديمة، بس انه مرمم من برا. بس شوف الحجر كيف والشغل، شيء جميل. حبايب القلب، وصلنا حديقة المارينسكي بارك. مارينسكي بارك هذه فيها قصر الاحتفالات والمناسبات حقت أوكرانيا أو حقت الرئيس. هنا الناس، الزوار، الوزراء واللي يزورون أوكرانيا يجون يستقبلونهم هنا، الاحتفالات تبع الدولة ويسوونها في هذه الحديقة. هي تعتبر حديقة وفيها المارينسكي بالاس بعد. الحين نحيل الوجه عن كثير ناس يقولوا لي يا اخوي وجهه بطفشت انا يا اخوي، شيل وجهك عنا يا اخوي، عرفتم؟ فهذه المارينسكي بالاس، هنا شغل اطفال، هنا حتى في الليل ايام تلقى ناس يحتفلون ويرقصون ويستانسون، غير عن احتفالات الجيش تبعهم. يعني اذا صار الوزير جاي ولا الرئيس جاي ولا احد الزوار من خارج الدول، تلقى العسكر هنا صافين. تخيلوا البلاص هذا كم عمره؟ مبني عام 1752، ما شاء الله تبارك الله. ولد شيء، هذا القصر حق الاحتفالات حقتهم اللي هو السيرماني بالاس، طبعا اسمه المارينسكي بالاس. جوا حديقة، أنا أحب أجي أتمشى هنا صراحة. هذه الحديقة وراقية، جوها حلو والناس الموجودين فيها بعد مش بطالين وآمنة. طبعا هنا الأمن يعني مستتب دائما، والدولة والحكومة موجودة على طول. في الليل كمان يعني أيام أجي أنا الأولاد أو المدام نشرب كافي ونتمشى شوية، نخلي أميرة تلعب بالسكوتر بالسمكات حقتها الصغيرة. شوف القصر من جوه كيف جميل. طبعا مسوي له ترميم ترى ممكن قبل 3 سنوات حضرتها. هذا القصر من جوا، طبعا استاذنا منهم، قلنا لهم سمحوا لنا ان نصور جوا القصر عشان لا احد يجيني يقول ممنوع التصوير ولا شيء يعطيني مخالفه. الواحد لازم قبل لا يصور اي شيء ياخذ الاستئذان من الناس، ما يجي يعمل لي فيها صحفي ويجيب العيد يسوي لي فيها صحفي يروح يصور، يجي يقول تعال انت قاعد تصور اماكن للدوله او شيء زي كذا. هذه الامور مهمة لأخواني السياح اللي يصورون، العلمية اللي زي الحين أنا الحين مسوي فاهم. ها حبايبنا الله يسعدكم. هذا يا حبايبي البرلمان الأوكراني، هنا مقر جنب المارينسكا بالاس. شوفوا الناس كثير مرت من عنده ما تدري ايش هو هذا البرلمان الاوكراني. وهذه الحديقه المارينسكي بارك على طول على اليمين، ولو مشيت كذا على طول بعدين اخر الشارع هذا رحت يسار راح ينزلك على يعني مشوار حديقه كذا حلو وممشى حلو يوصلك اظن لين السنتر كمان. فاللي يجي هنا يمشي مشي لين السنتر راح يستانس ان شاء الله. بس اذا كانت الاجواء ممطره كما اليوم، كما اليوم يعني مثل اليوم. طبعا وانا ماشي قدام الاوكرانينا بالاس هذا او المارينسكا بالاس، لقيت هالمسنة جالسة تقرأ او تصلي.
طبعا قدامها الكروس والصليب حق النبي عيسى عليه السلام، وتقول انها تجي هنا من 11 سنة كل يوم تجي تدعي للعالم، تدعي للناس بالامن والامان والسلامة، وتتعبد عاد هنا. سأل الله ان يهديها الى الاسلام وتتعبد على دين الله الصحيح. سولفنا معاها وشرحنا لها بعض الامور، مشغولة عاد في صلاتها الله يرحمنا برحمته. ما خلونا نروح نتمشى شوية في الحديقة جوا الان، حان وقت ايش؟ الطبيعة. الله يسعد الطبيعة. طبعا هنا جو هدوء رايق، تمشي كذا بين الحمام ما شاء الله، سيبي لها واحد كافي عشان نسولف معاكم. كيف جميل تمشي تحت هالغابات. جميل جدا، شوفوا هذه الأشجار ترون عمارها رهيبة، يعني لا تخيلوا ان عمارها سنة وسنتين ولا 10 ولا 20، يمكن فوق 100 سنة الشجرة الواحدة. سبحان الله. حان وقت القهوة. الكافي عند الأوكران من الأشياء المقدسة ترى، يعني في كل الحدائق، في كل تلاقي كشكات، حتى لو تلقى سيارة صغيرة كذا يبيع لك الكافي. وحنا تعودنا معهم صراحة، صار شيء رسمي. هذه طبعا زي الملاهي الخشبية كذا في الحديقة عشان الأطفال يلعبون. كمان قد جبت أميرة هنا كذا مرة لعبت. حديقة هادية للناس الهادية الرايقة اللي يبي يمشي. طبعا هنا في ثقافة المشي كذا، استمتاع بالطبيعة والمشي، استكنان وتهدأ. أنا أحب أمشي كل يوم، أحب أمشي أقل شيء ما شاء الله، يعني أقل شيء 5 كيلو إذا ما مشيت.